تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تختتم اليوم المسابقة العالمية 29 للقرآن الكريم تحت اسم فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بحضور ضيوف مصر من المحكمين والمتسابقين المشاركين في المسابقة. أوضح وزير الأوقاف محمد مختار الجمعة أن عدد المتسابقين بلغ هذا العام 108 متسابقين من 58 دولة يتسابقون في 8 فروع تهتم بالشأن القرآني.